أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع درس من دروس الأدب، ألا وهو مدرسة الإحياء والبعث، أو ما يعرف بالاتجاه الكلاسيكي المحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. ما المقصود بالمدرسة الشعرية؟ بعض الطلاب ربما يظنون أن المدرسة هي مبنى، لكن الأمر غير ذلك. المدرسة الشعرية يقصد بها مجموعة من الشعراء تجمع بينهم ثقافة واحدة وسمات وخصائص أسلوبية مشتركة. ما طرق التواصل بين البارودي وتلاميذه؟ طريق المشافهة، ويمثل ذلك حافظ إبراهيم وأحمد شوقي وعبد المحسن الكاظمي، وطريق المراسلة مثل شكيب أرسلان، وطريق القراءة من خلال قراءة ما نشر من شعره في كتاب الوسيلة الأدبية الذي ألفه أستاذه الشيخ حسين المرصفي. ما العوامل التي ساعدتهم على تطوير الاتجاه الذي أرسى البارودي دعائمه؟ تغير الحياة أمامهم، فقد تيسر لهم قدر من الانفتاح على الثقافة الغربية، النضال الوطني، الإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية رمزا لوحدة المسلمين، التنديد بالاحتلال ومظالمه وحث الشعب على الثورة، موقفهم من القصر الحاكم ومن جوانب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي مما يتصل بالدستور، موقفهم من قضايا عصرهم. ما مظاهر التطوير عند تلاميذ البارودي؟ عالجوا مشكلات مجتمعهم، اهتموا بالشؤون الخارجية للعالم الإسلامي، عبروا عن روح عصرهم اجتماعيا وثقافيا وفكريا وأخلاقيا. أشعارهم تستمد الشكل من القديم وتربط المضمون بالذات وروح العصر. اهتموا بالناحية البيانية وجلال الصياغة وروعة البيان وحلاوة الموسيقى. أفسحوا المجال لمزيد من التجارب الذاتية في شعرهم. نوعوا في الأغراض وابتكروا في المعاني. وأموا بين اتجاهين، الأول الأخذ من التراث، والثاني الالتفات إلى ثقافة العصر. غلب على شعرهم الاهتمام بالغير أكثر من الاهتمام بالذات. سهل أسلوبهم وسلس بسبب ارتباطهم بالصحافة. هذا السؤال المجمل قد يحتوي بداخله على أسئلة فرعية، فقد يقال لك: وأما تلاميذ البارودي بين اتجاهين، ما هما؟ هذه هي الإجابة: الأول الأخذ من التراث، والثاني الالتفات إلى ثقافة العصر. وقد تسأل: ماذا غلب على شعرهم؟ غلب عليه الاهتمام بالغير أكثر من الاهتمام بالذات. علل سهولة أسلوبهم وسلاسته بسبب ارتباطهم بالصحافة. أو قد ينعكس السؤال فيصبح: ما أثر الصحافة على تلاميذ البارودي؟ سهل أسلوبهم واتسم بالسلاسة. كيف تغيرت الحياة أمام تلاميذ البارودي؟ تيسر لهم قدر من الانفتاح على الثقافة الغربية بسبب اختلاطهم بالأجانب ومعرفتهم باللغات الأجنبية
وقراءة المترجمات إثر الاحتلال البريطاني لمصر؟ ما أثر النضال الوطني؟ ما أثر النضال الوطني على تلاميذ البارودي؟ النضال الوطني عمق من الوعي الناشئ لدى بعض المثقفين، مما جعلهم يرسخون الإحساس بتراث الأجداد وماضينا العريق. دلل على وطنية شعراء الاتجاه الكلاسيكي. التنديد بالاحتلال ومظالمه وحث الشعب على الثورة ومناضلة الاستعمار، مثلما وقفوا إثر حادثة دينشواي، يقول حافظ إبراهيم متهكما: إنما نحن والحمام سواء، لم تغادر أطواقنا الأجياد، لا تقيد من أمة بقتيل، صادت الشمس نفسه حين صاد. تقيد بمعنى تقتص أو تنتقم من أمة كاملة، مقابل قتيل لم تقتله إلا الشمس حينما كان يصطاد، فمات إثر ضربة شمس. شعر الكلاسيكيين يكشف عن انشغالهم بقضايا عصرهم، وضح ذلك. كان لهم موقف من قضايا عصرهم، مثل قانون المطبوعات وحرية الصحافة وتعدد الأحزاب ووحدة الأمة مسلمين وأقباطا وإنشاء الجامعة المصرية عام 1907 ودعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة وسائر جوانب المجتمع، مما جعلهم يسجلون ذلك كله في شعرهم. خطأ تلاميذ البارودي بالشعر خطوة فاقت ما صنعه البارودي في الاتجاه المحافظ، وضح: إذ اهتموا بالناحية البيانية ولم يقتصروا على المحاكاة فحسب، بل اهتموا بجلال الصياغة وروعة البيان وحلاوة الموسيقى. يضاف إلى ذلك أنهم أفسحوا المجال لمزيد من التجارب الذاتية في شعرهم، ونوعوا في الأغراض وابتكروا في المعاني، وواءموا بين التراث وثقافة العصر، واقتربوا من الجماهير، واهتموا بالغير، واتسم أسلوبهم بالسهولة والسلاسة بسبب ارتباطهم بالصحافة. ما العوامل التي هيأت لشوقي تطوير الاتجاه المحافظ؟ الجمع بين الثقافة العربية والأوروبية، دراسته الحقوق، ثقافته التركية، اطلاعه على الآداب الفرنسية، مشاهدته المسارح الأوروبية، مجالسته شعراء الغرب، قراءته مظاهر التجديد في الشعر الفرنسي لدى أعلامه مثل فيكتور هوجو، لامارتين، ديموسيه وأمثالهم، تأثره بالجمهور والنقاد والحركة الوطنية. ما مظاهر التطوير عند شوقي؟ عدل عن المديح إلى التاريخ، كما فعل في قصيدته كبار الحوادث في وادي النيل، التي يقول في مطلعها: همت الفلك واحتواها الماء، وحداها بمن تقل الرجاء. اتجه في بعض شعره اتجاها إسلاميا، انصرف في مفتتح قصائده عن حديث الناقة لدى القدماء، واتجه نحو المنجزات العصرية. يقول في مطلع قصيدته كبار الحوادث في وادي النيل، مستبدلا السفينة بالناقة: همت الفلك واحتواها الماء، وحداها بمن تقل الرجاء. اتجه نحو المخترعات الحديثة يصورها في شعره، يقول عن الطائرة: أعقاب في عنان الجو لاح، أم سحاب فر من هوج الرياح. الهمزة هنا حرف استفهام، وعقاب هو أحد الطيور الجارحة،
كالنسور والصقور والغربان، وجمعه عقبان. عنان الجو أي ارتفاع السماء، لاح بدا وظهر، أم سحاب فر أي هرب من هوج الرياح، هوج جمع أهوج أو هوجاء، والمقصود الرياح الشديدة. ريادته للمسرح العربي الشعري. لماذا لقب شوقي بأمير الشعراء؟ لأنه رائد المسرح الشعري، وقد بدأت ريادة شوقي للمسرح منذ مسرحيته الأولى علي بك الكبير التي ألفها في فرنسا سنة 1893 ميلادية، ثم عاد للمسرح بعد هجره سنوات طوالا، فألف منذ سنة 1927 ميلادية حتى وفاته سنة 1932 ميلادية، ومن مسرحياته مسرع كليوباترا، مجنون ليلى، قمبيز، عنترة، الست هدى، أميرة الأندلس، ومن أجل ذلك كله لقب بأمير الشعراء. ما دور أحمد محرم في تطوير الشعر العربي؟ حاول أحمد محرم تطويع الشعر العربي للقصص التاريخي الحماسي في مطولته ديوان مجد الإسلام التي يسميها البعض بالإليازة الإسلامية. تعليق على هذا السؤال: الشعر العربي لم يكن يعرف إلا نوعا واحدا من الشعر، وهو ما يعرف بالشعر الغنائي، وهو الشعر الذي يعبر عن ذات صاحبه وعواطفه الخاصة، ولم يكن يعرف الشعر المسرحي، وهذا أدخله شوقي، ولم يكن يعرف الشعر الملحمي القصصي، وهذا ما أدخله أحمد محرم. لم يتخلى تلاميذ البارودي عن القديم كلية، فما مظاهر القديم في شعرهم؟ من مظاهر القديم في شعرهم البدء بالغزل التقليدي، كما في قول حافظ مادحا البارودي: تعمدت قتلي في الهوى وتعمدا، فما أثمت عيني ولا لحظه اعتدى. الانتقال من الغزل إلى الغرض المقصود جريا على طريقة القدماء، البدء بوصف الأطلال كما في قول شوقي: أنادي الرسم لو ملك الجواب، وأفديه بدمعي لو أثابا. ضغط المناسبات على أشعارهم تابعا لانشغالهم بقضايا عصرهم. أجب بنفسك عن الأسئلة التالية: بما تفسر طغيان شعر المناسبات على تلاميذ البارودي؟ تلقيب شوقي بأمير الشعراء؟ ريادة شوقي للمسرح العربي؟ سهولة أسلوب تلاميذ البارودي؟ ما أثر النضال الوطني على تلاميذ البارودي؟ ما موقف تلاميذ البارودي من مشكلات عصرهم؟ ما ملامح تجديد تلاميذ البارودي للشعر العربي؟ ما مظاهر القديم في شعر تلاميذ البارودي؟ وفي الختام أدعو الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. كما وأدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء. اللهم آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.